السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا فيكم بعد كارثة ثانية سويت حريقة في سيتي سكاي لاين أريبيانا. طبعا السلسلة خلاص على وشك كذا انتهى، يعني نحن راح ننهي السلسلة هاي بالسجن هذا، بالسجن بالمعسكر هذا. وليش بيكون نهاية السلسلة هذه؟ طبعا أدري فيكم وايدين تتريون تتابعون السلسلة هاي أنتم وتبونها، لكن راح يكون عندنا بارك لايف، لازم ندخل على بارك لايف. خلاص موضوع بارك لايف استوى موضوع مثل ما تقولون شبه إجباري. خلاص لازم نتريى بارك لايف، لازم نسوي لها ريفايننج وتعديل وايد أمور. يعني هلا ناخذ المال اليوم، مشروعنا قبل البارك لايف لا ينتهي اللي هو المطار. الحين خلاص لازم يكون عندنا مطار، وحدة مطار. وأدري الوايدين بيزعلون على سالفة السلسلة بتنتهي، لكن السلسلة الجاية راح أسويها الديزاين والكونسبت مالها ما بين أربيانا وبين منو؟ لحظة ليس المطار، وبين يلا وين المطار؟ أنا منزل المطار ميلتري ايربورت. أيوة هذا، لا مش هذا، كان في عندي بعد مطار ثاني ما بين سيتي سكاي لاين أربيانا وبين سيتي سكاي لاين اللي هو شو المدن الخضراء. خلاص راح يكون هايبرد ما بينهم هم الاثنين. وراح انا ما بحط هذا، يعني هذا كيف احطيه الحين؟ ما ينحط بلهذا. متأكد كده منزل مطار ثاني؟ ترى عادي ممكن اعوضه بمطار ثاني، بس هذا الثيم ماله يساعدني. زين خلنا نشوف، مو مشكلة عادي. ميلتري رود ايربورت، بنكبر المساحة شوي، منطقة عسكرية محتاجة تكبير. نشوف هاي القضية. خلنا نسوي بالطريقة هاي. اوكي تعال يبالي يا حبيبي، حبيبي مطار عود مش مطار صغير هذا ابدا. ما ادري اذا انا بحتاج مطار هالكبر، بس الاكيد ان انا شو بسوي؟ بسوي مينا. بما انه بسوي مينا المشروع الجاي، ما يضر اني اكبر المساحه شوي واخليه هنا مينا قريب، امور طيبه يعني. بس يبان ياسم طيب، not enough money. ايش كم هذا؟ 250,000. ليش؟ سلامات احسن مباشر. ها سلامات، ليش ادفع على هذا 250,000؟ هنا السؤال، هنا السؤال. انترناشونال ايربورت ما ادفع عليها الكثر. ميليتري، انا متاكد كنت منزل مطار ثاني، تذكرون صح؟ انا اظني تذكرون حتى اني كنت ملتري بارك. شو ملتري بارك؟ شوف التيم ماله ما تشوف عقب، بس هذا اريا 52 انا مش بال عنه بصراحة. يبالنا ترتيب ثاني اللي هو لين هي هاي الفلوس. خلنا نرتب بوابته، بتين فلوس ابى بوابه حق المطار. طبعا لازم احنا المطار لازم كلها بوابه بروحه. طبعا هذا نهاية المشروع، هذا كله بيكون مشبك، ما راح يكون غير شبك، اكيد ما راح يكون من غير شبك، هذا شيء طبيعي. هذا المعلم عندهم اثنين مش كبرهم مزابل يستهبلوا.
زين خلنا نسوي جيت مطار، ما نحتاج اكثر من جيت واحد، لازم مطار يعني مطار ما في مزاح. شوفوا مطار ما نمزح فيه نحن، نعدل الشارع شوي على قياسه، شوف لا زين اقتنع لان هذا في نص الجزيرة عرفتم. نايس نايس، يبغى لنا محلات تجارية صح؟ شو السالفة؟ في زبايل هني، مشكلة زبايل ترى عندي خدمات زبايل بالهبل بالهبل، مش ملاحقين يعني، ما اعرف غريبة مرة جدا غريب. زين نحط فنس، فنس هذا غير بيكون عنه طبيعي يكون غير مطار في نهاية اليوم. موبا اسوي نفس الباقين، جاردن فنس طبعا لا فنس، اشوف هذا شو السالفة، ليش عندي برش سؤال، وليش قاعد احط هاي كلها يا حبيبي يا حبيبي، شو الفوضى هاي، شو الفوضى وين الشفكة اللي حطيناها آخر مرة جماعة الخير؟ ما نشوف اللي قمت أضيع. أيوة هذا بنحطيه مرة على حدها، نسكر في المطار مشكلة. نشلهم هايل بهم كوبي بيست، عاد شو تحسهم يحطوا واحد واحد، شو ابوي واحد واحد ما مخلص اللي مباشر حتى حول الجزيرة، ترى في مرحلة بحطيتي بالطريقة يعني مليون واحد ضربة واحدة. لا لازم يكون معزول، هاي كل الشركات هنا تشتغل، شركات تشتغل يعني حرامية يعني نصابين يعني كل شيء في العالم ممكن يكون، يبون يعرفون أسرار الجيش وأسرار المطار. طبعا هذا مش اللي نشوفه نحن الحين، مو بمطار عسكري فعلي، لكن بنشوف إذا حصل عقب مدلات أحلى، مطارات تكون أفضل من هذا اللي عندنا بيكون وايد حلو وايد حلو إذا حصل. هذا بنشبك عقب مع شبك ثاني اللي هو يدينا الى اخر المطاف اللي هو المطار، عقب بنحاوط الجزيرة باذن الله. اذا ما خلصت السلسلة قبل حاوطة، السلسلة الجاية لازم نختار خريطة وسطية ما بين هالخريطة وبين الخريطة الماضية، يكون فيها كل شيء كل شيء، تكون عبارة سيتي سكاي لاين تحول من مشروع مدينة وحولها لمشروع دولة. أنا خلاص هاي يعتبر ثغرة أمنية ترى، صدق والله يعتبر ثغرة أمنية اللي أنا سويته. خلنا نشوف هذا هني، هذا شبك المطار، هاي في الوقت اللي سويناه استوى عنا شوف فلوس. فخلنا نحط المطار صديقي المطار، وين صرت يعني ما باك وحصلك، يا ما باك ما حصلك وعايز تجي زعل. ايوه هو ده الكلام، هو ده الكلام. زين اللي هو وان سكرتي تشيك تشيك تشيك، شو تشيك جيت، وصلنا لوين لهني، سكرتي جيت الثاني يا ابوي تعال، لحظة نبغى هذا لحظة
اشيل هذا نحط ستريت لاين، هذا الخط الثاني مع انه غريب المفروض كان يعبي. ممكن تسوي كليك، ممكن والله اذا ما سويت كليك بمسحك، بمسح حلفت حلفت خلاص انتهى الموضوع. ايوه هذا هو المطلوب الحين رجال. شوف مو بشي هذا، كان مشروع الاول يمكن احسن بعد من هذا. لا اليوم التولز ايه لازم احط يعني النقطة، والله اني مسطر المفروض احط يعني النقطة. ارفع هني فأقدر بالمطار، وارفع هذا من الوسط. يعني ايش عنده فلوس يعد الشارع المسار؟ يعني ما صور جيش بكبره ما عنده فلوس يعد الشارع هذا، يعني شيء صعب يعني. اوكي كنت وصل الكهرباء، لا تقول لي حطيت غلط. لا اوكي حطيت صح، شو ولا احمر يعني يوصل يوصل. نعم انه موصل جدا جدا جدا. مش تشيك بوينت، نبغى سكيورتي. لازم هذا الشيء نفسه من هذا الخبيل. أيوة ليش؟ لأن هذا شو مطار، بالمطار لازم يكون نوعا ما مؤمن يعني، بعد مش بالطريقة هاي مخلينا. وين صار هذا؟ تعرف كنا على سكيورتي بوينت. شو في بوليس كار، في كل شيء، في اوه في زنزانات، كل شيء بخاطركم فيه. هم طار عسكري معهم، ما بنحط زينة ودنيا وخربطان ما فيها سوالف كلها، مع انه مشروع بس دكاكين ما يبغى لهني. دكاكين يبغى له وين؟ انت المساكين هاي تسوي لهم زحمة هني، نحط لهم دكاكين، نحط لهم هصب من الشارع مكاتب. بيسوي زحمة فوق الزحمة اللي عندنا، لكن أتصور عادي يعني مو مشكلة. أتمنى إن شاء الله يعني بشي ولا شوفوا يصير على الهاي واي. طيب فور لين هاي، لا ثري لين، بعد تو لين، ون واي تو لين. اوكي شكلي مشي الحال، ونحط هذا هني زين، وهني هذا وطلع من هني. شوفوا داير كتير صح، هني بهذا شو نسوي؟ ناين لا سكس كفاية، ونحركه من وين؟ ويت ما بس بس اوريدي كوبايت، لا تحشرني سبيس، بسوي بالطريقة هاي برايك. لا يعني اشوف، لا اوكي وايد زين، لا وايد زين، طلع افضل ما توقعت، زين وايد زين طلع ممتاز. اللي هو بالطريقة هاي، فاللي بيجي هني أموره طيبة. بس شو أبغى أسوي؟ أبغى يلف من هالشارع، أبغى يروح يلف الصوب الثاني بعد،
يعني لو فرضا اني جبت هذا وسويته موصول بالطريقة هاي، حلو، جبت لي جسر نفس هذا وحطيته هني، اوكي خذوا معي الفرضية هاي، خذوا معي الفرضية هاي، وطلعت لهذا برانش، طلعت له برانش هني، شو بيستوي؟ ما عاد هذا بالعكس يعني، ابغى اجربه ما اقدر طبعا، لأن خلني امسح عيل والنيبة نسوي له كوبي من هني، نحطيه في هذا المكان، زين، هي زين، نكسر هذا، نحرك هذا شوي بالطريقة هاي، مثل ما قلت لكم نطلع شارع من هني، لين هنا، يعني يكون هذا رمب، بس وايد عود بالنسبة للرمب الصراحة، ما بس تصغيره معنا، شوفوا اللي بيروح ويرد يقدر، واللي يطلع هني يقدر يرد هني، شوي معقد صح؟ شكله قبيح، والله مش بالضبط قبيح، أنا أشوفه جيد، لكن مش أنجح مشروع سويته. لكن بيخف لي الزحمة من تحت، ومساحة صراحة صعب إني أستعملها من صعب القريب، بعد بحطي واحد يلا مو مشكلة، هذا اللون هاي وايد وسخ، تقدرون يستعملون يخفف شوي اللود هني، يعني يكون أفضل، خفف اللود اللي هني شوي. خفف اللود، هي بيخفف وايد، اوكي شوف وايد ينيون بالعكس، والله لو نزلته تحت كان احسن، لحظة اروم اكسره هذا، يب اقدر، يب استطيع، شوي تحسون اخوص، لكن في يعني يخطفون من تحته، ما حد قاعد يعمل جسر، ما ادري الفراغ اللي تحت ما اعرف سالفته، بس يعني ما حد يقدر، خيب كيف يخربون الشارع العام، تعال تعال بابا على كيف انت تخرب، بس لا تروحون سيد سريع، بعدين اذا بغيتوا تصيروا سيد سريع برايكم، بس لا توقفون الشارع، بس والله سوى شارع حيوي على طول، هذا لا زال حيوي بسبب المطار، هذا كان الايربورت ترى على فكرة، ما يصير ارم ايربورت، هذا الارم بعد وسخ، بعد زبالة فول، بعد زبالة فول، والله حط لكم واحد ضخم، ها خلنا نشوف الحين هذا يداويكم ولا ما يداويكم، عيستوا ان احط ريسايكلينج سنترز والله، عيستوا. المهم هذا كان الميلتري مطار الجيش، في مشروع يمكن اسويه بس باركن دبابات، يمكن اسوي مينا، بشوف انا كيف، يعتمد على الحال، خليها كيف، بس لا تزعلوا من هاي السلسلة، لان السلسلة بتكون افضل واحلى منها، وتكون افخم، وتكون شوارعها افضل، وكل شيء افضل، وكل ما تي سلسلة تكون افضل من اللي قبلها طبعا، اشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.